والله الو، كان عندي الله. سؤالين طال عمرك. الأول الأول الدعاء الاستفتاح في الآن تناقلوا خلف وسائل الإعلام إن وتبارك جدك وتعالى جدك إن هذا إن الله لا يوجد له جد، فإن هذا الدعاء غير صحيح. طيب، والثاني السؤال الثاني. السؤال الجواب الأول ما هو؟ سم السؤال الجواب الأول عن الدعاء الاستفتاح، يقول أنه تعالى جد ربك، يسأل عن معنى جد. يا أخي اللفظة هذه ثابتة. نعم. جدك يعني عظمتك. إيه؟ الجد يطلق ويراد به العظمة لله عز وجل، وهذا ثابت في الحديث تعالى جدك، وكذلك في القرآن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فأين هؤلاء الجهال الذين ينكرون هذا بناء على فهمهم، ينكرون ما جاء في الكتاب والسنة ويفسرون الجد بغير معناه. الجد في حق الله هو العظمة والجلال له سبحانه وتعالى. نعم. سؤال الأخير.